بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الأحبة في مشوار آخر من الحدث وجملة من الأحداث المنوعة في هذا المساء. نقول لكم مساءكم خير، مساءكم جميل كجمال هذا الوطن المعطاء، نعيش على ثراه ونعشق هواه، نتنسم منه الحب والسلام ونستمد منه الطاقة للبناء والعطاء. مساءكم كلمات شكر وحب تقديرا لحماة الوطن وأيضا العيون الساهرة في يومهم الشرطي 5 يناير. نقول في هذا اليوم تحية شكر وتقدير لجميع منتسبي شرطة عمان السلطانية في يومهم السنوي. بارك الله جهودكم المعطاء المخلصة في خدمة هذا الوطن. واليوم بإذن الله تعالى في الحدث ستكون لنا وقفة خاصة ومحطة مميزة احتفاء بيوم الشرطة وما تحقق فيها من منجزات على كل المستويات والأصعدة. سيكون أيضا للمجال الرياضي الشرطي حديث خاص ومحطات وتقارير منوعة بإذن الله تعالى. بالإضافة أيضا مشاهدينا الأحبة إلى فقرتنا اللي عودناكم عليها وهي جولة لأبرز الأخبار المحلية والعالمية. مساءكم خير ونتمنى أن تكونوا دائما مستمتعين بما يقدم في الحدث وأن تنال محطاتنا ذائقتكم الطيبة. والآن دعونا نبدأ رحلتنا في الحدث مع تطواف سريع لأبرز وآخر الأخبار المحلية الصادرة لليوم. نبدأها من أخبار منتخبنا الوطني الأول، حيث التقى مدرب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بن فيربيك مع الجهاز الفني والإداري والمساعد له بمبنى اتحاد الكرة، وذلك عقب عودته لبدء مشواره مع الكرة العمانية بعد التعاقد معه الشهر الماضي لمدة 2 عامين. تمت مناقشة الاستحقاقات التي تنتظر الأحمر في الموسم الحالي، في مقدمتها ملحق التصفيات الآسيوية المؤهل لنهائيات كأس آسيا المقامة في الإمارات والتي ستبدأ في مارس المقبل، بجانب المشاركة أيضا في بطولة كأس الخليج المقبلة التي ستستضيفها الدوحة. اتفق الجهازين الفني والإداري على تأجيل الحديث عن تجمع قائمة الأحمر نظرا لارتباط معظم اللاعبين بالمشاركة مع المنتخب العسكري والذي يستعد لخوض غمار المنافسة في كأس العالم العسكرية التي ستستضيفها السلطنة خلال الشهر الجاري. وسيسعى المدرب مع جهاز الفني والإداري على وضع برنامج متكامل للمرحلة المقبلة يتضمن تجمعات داخلية، معسكرات خارجية، وتجارب دولية ودية استعدادا لملحق التصفيات. قرر مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم تشكيل فريق عمل لدراسة جميع اللوائح والتشريعات الخاصة بالاتحاد. ويتكون فريق العمل من إسماعيل البلوشي رئيس مجلس التحكيم الكروي رئيسا للفريق، وعضوية كل من حمد البراشدي رئيس اللجنة القانونية، وحمد الحضرمي رئيس لجنة الانضباط، ومحمد الراشدي رئيس غرفة فض المنازعات، وطلال السعدي رئيس لجنة الاستئناف، ومحمد اللواتي رئيس لجنة التدقيق والالتزام، والشيخ عبد الباسط العبري عضو لجنة أوضاع اللاعبين، والدكتور أحمد الفارسي الأمين العام المدير التنفيذي بالإنابة مقررا. تستأنف يوم غد الجمعة مواجهة دور 8 من كأس مازدا لكرة القدم، وذلك بمواجهتين من العيار الثقيل وبنظام خروج المغلوب، حيث سيستضيف متصدر دور عمان تل للمحترفين نادي الشباب نظيره حامل لقب النسخة الماضية فريق النصر، والذي سيلعب أول مباراة له في البطولة هذا الموسم بعد تأهله مباشرة دون خوض المرحلة الأولى من المسابقة، في حين يسعى ظفار لمواصلة عروضه المميزة منذ بداية الموسم الحالي، وذلك عندما يحل النهضة ضيفا عليه على المجمع الرياضي بصلالة، إذ يبحث العنيد النهضاوي عن حجز بطاقة العبور والبقاء في المنافسة على الظفر بلقب كأس مازدا. البديل سعيد المسهل الآن يسجل هدف تكريس الفارق لمصلحة ظفر. آخر ركنية هل تأتي من جديد؟ نادي العمر واصل في الراس الجمعة مرة أخرى في التسديد جول.
تنطلق مساء اليوم منافسات الجولة التاسعة من دور الدرجة الأولى بثلاث مواجهات مثيرة، حيث سيلتقي نواخدة صور مع نزوة في لقاء البحث عن العلامة الكاملة، فيما يأمل مرباط مواصلة سلسلة نتائجه الجيدة حين يحل ضيفا على نادي السلام الذي يسعى لفك شفرة مسلسل التعادلات. وفي آخر لقاءات اليوم سيكون صلالة في مهمة قوية، وذلك عندما يحل بوشر ضيفا عليه. الجدول التالي يبين أبرز مواجهات الجولة التاسعة من دور الدرجة الأولى بهذه الثلاث مواجهات. أقيم ظهر أمس المؤتمر الصحفي للإعلان عن الشركات الراعية لبطولة كأس العالم العسكرية الثانية لكرة القدم في فندق هرمز بمسقط، وذلك تحت رعاية العميد الركن الطيار مكتوم بن سالم المزروعي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة ومساعد رئيس الأركان للتدريب والتمارين المشتركة. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. أيام قليلة تفصل بيننا وبين انطلاق كأس العالم العسكرية الثانية لكرة القدم 2017 التي تستضيفها السلطنة خلال الشهر الحالي. لقد تم الانتهاء من جميع الاستعدادات والتحضيرات لاستضافة البطولة، ونحن إن شاء الله على أتم الاستعداد لاستضافة أشقائنا وأصدقائنا من الدول المشاركة في البطولة. في هذا الإطار عقدت اللجنة المنظمة للبطولة مؤتمرا صحفيا ثالثا حضره عدد غفير من الإعلاميين والمهتمين بالشأن الرياضي، وذلك للكشف عن الشركات الراعية لهذا الحدث الرياضي العالمي. أمانة دائما سعيدة ودائما تشارك في المناشط الوطنية والعالمية كخدمة اجتماعية للمنظومة الرياضية في السلطنة. لجنة التسويق والمشتريات قدمت العديد من التفاصيل الخاصة بالشركات الراعية والتي جاءت مشاركتها دعما للرياضة ومساهمة في إنجاح هذا المحفل الرياضي الكبير. في فوائد كثيرة من نكون من ضمن الرعاة الرسميين للبطولة، هو طبعا هذا واجب علينا كمسؤولية مجتمعية. احنا نتشرف انه نساند مش فقط وزارة الدفاع لكن السلطنة مجملا. يعني السلطنة ممثلة بقوات السلطان المسلحة تقدم دعوتها للجمهور الرياضي لحضور فعاليات هذه البطولة العالمية والتي تستضيفها مسقط العامرة خلال الفترة من 15 وحتى 28 من الشهر الحالي. النقيب خالد بن سالم الكلباني، مسقط. عودة لكم من جديد مشاهدين الأحبة وإلى محطتنا الأبرز اليوم في الحدث، الحديث فيها عن يوم الشرطة يوم 5 يناير. وكما ذكرنا في مقدمة الحدث وبداية رحلتنا في الحدث، هذه الجهود المبذولة التي تقدم من شرطة ومنتسبي شرطة عمان السلطانية اليوم هي وقفة خاصة وأيضا فرصة لانتهازها لتحية هؤلاء الأفراد المنتسبين لشرطة عمان السلطانية بهذا اليوم. وبإذن الله تعالى ستكون الوقفة الخاصة رفقة الزميل سيف بن راشد الشهومي للحديث أكثر عن تفاصيل ومنجزات شرطة عمان السلطانية رفقة ضيفة العزيز. فتحية لك سيف الشهومي، وانت منورنا اليوم في الحدث ونحن نحتفي بهذا اليوم يوم الشرطة شرطة عمان السلطانية. شكرا لك أيمن، حقيقة هذا اليوم طبعا يعني يوم من أيام شرطة عمان السلطانية الخالد، وهذا اليوم طبعا نستذكر فيه عندما تفضل مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه
بافتتاح أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة في عام 1980، ومنذ ذلك الوقت وشرطة عمان السلطانية طبعا تخطو خطى التطوير والتحديث في كافة المجالات الأمنية بما فيها المجالات والإنجازات الرياضية. نعم، وأيضا ربما أيضا هي مثل ما ذكرنا هي كلمة شكر تقدم لهذه الجهود المبذولة في مختلف المجالات والأصعدة سيف، وأتوقع أنه أيضا المجال الرياضي كان له باع طويل يعني على مدى السنوات الماضية، نتابع بطولات وأيضا رياضات منوعة مختلفة اهتمت بها شرطة عمان السلطانية، فأتوقع جهود مبذولة من كل ما يتحقق بشرطة عمان السلطانية في المجال الرياضي ومبنى تحتية تكون شاهدة، وما شاء الله عليك تقاريرك الدائمة ومواافاتك الخاصة لنا بهذه الأعمال والمنجزات هي خير دليل وبرهان. أنا إن شاء الله تعالى سيكون حديث مفصل وكامل رفقة ضيفك بإذن الله تعالى، ولكن لا نستبق الأحداث وخلونا نروح لفاصل قصير مشاهدينا الأحبة، وبعدها سأعود بكم مع الزميل سيف للحديث عن يوم الشرطة وما تحقق في شرطة عمان السلطانية من منجزات. تابعونا.
عشت يا وطني وعاش كل من يعيش على أرض عمان الطيبة ومولانا جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه القائد الأعلى لشرطة عمان السلطانية بألف خير. وهكذا بهذا الكلمات الجميلة نتمنى أن يحفظ لنا عمان وجلالة السلطان والشعب العماني وأن تعم هذه الفرحة كافة أرجاء المعمورة. وشرطة عمان السلطانية اليوم تقف وقفة تقييم واستعداد لمرحلة مقبلة من العمل الجاد والتطلع البناء طبعا لتحقيق المزيد من الإنجازات في المجالات الأمنية والرياضية. واليوم طبعا احنا معكم في برنامج الحدث عبر قناة عمان الرياضية في هذه الفقرة الخاصة والاستثنائية التي تأتيكم تزامنا مع احتفالات شرطة عمان السلطانية بيومها السنوي الماجد الذي يصادف 5 يناير من كل عام. وأكيد شرطة عمان السلطانية في المجال الرياضي حققت إنجازات عديدة ومختلفة سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الخليجي أو على المستوى العربي. شكرا لزميل أيمن الفجراني على هذه الكلمات الجميلة في المقدمة. ونحن معكم الآن في استوديو برنامج الحدث. أرحب بضيفي في هذه اللحظات بالنقيب علي بن سالم لوهيبي رئيس قسم الشؤون الرياضية بإدارة اتحاد الشرطة الرياضي. النقيب علي أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا أخي سيف، أمسي عليك ومسي على أعزائي المشاهدين، نقول لهم أسعدتم مساء في هذا اليوم الجميل والتاريخي. نعم، نبارك لكم نقيب علي هذا اليوم يعني الجميل من أيام شرطة عمان السلطانية وهي تحتفي بهذه الإنجازات اللي تحققت خلال السنوات الماضية وما شهدته من تطور كبير ونقلة نوعية على مدى 6 سنوات ماضية. أيضا شاهدنا عملية التطوير والتحديث. نتمنى بإذن الله تعالى أن نطلع المشاهد الكريم على أبرز هذه الإنجازات وتلك الإنجازات الرياضية أيضا اللي تحققت في مختلف الألعاب والمسابقات والبطولات الرياضية. ولكن قبل أن نتطرق النقيب علي لحوارنا نعود مرة أخرى مع المشاهد الكريم، نشاهد هذا التقرير ولنا عودة، ابقوا معنا. الخامس من يناير يوم خالد، تقف فيه شرطة عمان السلطانية وقفة تقييم واستعداد لمرحلة مقبلة من العمل الجاد والتطلع البناء إلى تحقيق المزيد من الإنجازات الشرطية في مختلف المجالات الأمنية. فعلى صعيد الرياضة الشرطية حققت شرطة عمان السلطانية إنجازات رياضية عديدة على المستوى المحلي والخليجي والعربي. وإيمانا من القيادة العامة للشرطة بأهمية الرياضة لمنتسب الشرطة أخذت تشد الرحال نحو التطوير والتحديث في كافة المباني الشرطية الحديثة، فأنشأت المرافق الرياضية الحيوية التي تخدم رجل الشرطة لتأدية عمله بكل كفاءة واقتدار. ويلعب اتحاد الشرطة الرياضي دورا مهما وبارزا في تنشيط الحركة الرياضية بالشرطة، فهو ينظم المسابقات والبطولات الرياضية بين تشكيلات شرطة عمان السلطانية وإقامة مهرجان الشرطة الرياضي لألعاب القوى سنويا لتمكين رجل الشرطة من تأدية واجبه الأمني المقدس تجاه وطنه. وتحظى المرأة العمانية في شرطة عمان السلطانية بمكانة خاصة واهتمام القيادة العامة للشرطة، فلاقت نصيبها الأوفر من الرياضة فهي تشارك في مختلف المسابقات والألعاب الرياضية التي ينظمها اتحاد الشرطة الرياضي سنويا، فأصبحت العين الساهرة على أمن ومنجزات الوطن. إن شرطة عمان السلطانية لتفخر بما حققته من إنجازات رياضية في مختلف المجالات الرياضية محليا وخليجيا وعربيا. يعيش جلالة السلطان طابوس المظلم. يعيش جلالة السلطان طابوس المظلم. يعيش جلالة السلطان طابوس المظلم. يا
حياكم الله مشاهدينا الكرام، وكما تابعتم هذا التقرير اللي عديناه لكم اليوم في يوم شرطة عمان السلطانية الخامس من يناير، وإنجازات رياضية عديدة راح نستعرضها معكم إن شاء الله خلال هذه الفقرة اللي خصصناها لكم بمناسبة احتفال شرطة عمان السلطانية بيومها السنوي الماجد. أعود لأبو خالد النقيب علي من إدارة اتحاد الشرطة الرياضي. النقيب علي، يوم خالد في تاريخ شرطة عمان السلطانية، وحقا أن يفاخر اليوم رجل الشرطة وشرطة عمان السلطانية بما حققته خلال الفترة الماضية والمرحلة من عمر النهضة المباركة. الحمد لله أخي سيف، في بداية الحديث ومن هذا المنبر أتقدم بأسميات التهاني والتبريكات لسيدي ومولاي حضرة صاحب الجلالة قائد الأعلى للقوات القائد الأعلى للشرطة بهذا اليوم المجيد، وأيضا تهنئة موصولة لسيدي مع الفريق المفتش العام شرطة والجمارك ولجميع قادة في الشرطة وضباط وضباط صف وأفراد بمناسبة هذا اليوم المجيد للشرطة. نعم نقيب علي، هذا اليوم يعني له نكهة خاصة، يعني مغايرة عن باقي يعني الأيام، خاصة وأن هذا اليوم طبعا مولانا حضرة صاحب الجلالة القائد الأعلى حفظه الله ورعاه تفضل بافتتاح الأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة في 1980، ومنذ ذلك الوقت وشرطة عمان السلطانية تمارس عملها على أكمل وجه ولديها العديد من الإنجازات الأمنية والرياضية في هذا الجانب. نقيب علي، نتحدث طبعا في البداية ونستعرض مع المشاهد الكريم يعني البداية الحقيقية للرياضة في شرطة عمان السلطانية، ودعنا نتحدث عن نشأة اتحاد الشرطة الرياضي. نعم أخي سيف، بالنسبة لاتحاد الشرطة الرياضي طبعا بدأت في السبعينات، في 1970 بداية النهضة المباركة والفجر الحديث للسلطنة، بدأت الرياضة الشرطية مع بدايات الشرطة. فكانت الرياضة في 1970 رياضة عامة، وأيضا فيها بعض المنافسات اللي هي تكون منافسات قليلة. تطورت في عام 1976 وصلت إلى لجنة اسمها لجنة الرياضة بالشرطة، وهذه اللجنة كانت تابعة للموارد البشرية وأيضا تعنى بالرياضة الشرطية. نلاحظ في من عام 1976 كانت في مشاركات داخلية، حيث كان في عروض تقيمها الشرطة الرياضية، وحضر هذه العروض مولاي الله يحفظه ويرعاه في العيد السادس للسلطنة، وإذا كان هناك مشاركات داخلية بين القوات المسلحة والشرطة وفي أندية في السلطنة، وصولا إلى 1986 حيث تم إشهار اتحاد الشرطة الرياضي بالقرار المفتش العام شرطة الجمارك رقم 32 على 86. من 86 أصبح اتحاد الشرطة كاتحاد اشترك في الاتحاد العربي للشرطة وكعضو أيضا في الاتحاد الدولي للشرطة. نعم، وكما نشاهد أيضا مع المشاهد الكريم على الشاشة في هذه اللحظات، هذه لقطات يعني من يعني التاريخ الرياضي لشرطة عمان السلطانية وهي تنظم هذه المسابقات والألعاب الرياضية المختلفة. النقيب علي، نعم كان هناك في جميع الرياضات تقام في ألعاب القوى، وأيضا كان يقام في كرة القدم والهوكي والسلة والطائرة والملاكمة والسباحة والتجديف وجميع الرياضات، سواء كانت رياضات جماعية أو رياضات فردية، كانت تقام على مدار العام. وكان أيضا مثل ما ذكرنا سابقا كانت في لجنة اللي هي لجنة الشؤون الرياضية ولجنة الرياضة، وكان يرأسها ضابط ومع مجموعة من الأفراد، ويقوم بتنظيم هذه البطولات سواء على مستوى الرجال أو بالنسبة على مستوى الشرطة النسائية. نعم، ما يميز هذه المسابقات نقيب علي، نجد المرأة العمانية اليوم أصبحت شريكة مع الرجل في هذه التنمية، وفي شرطة عمان السلطانية تحظى هي الأخرى باهتمام القيادة العامة للشرطة، وتابعناها من خلال يعني هذه اللقطات اللي كانت قبل قليل، يعني حاضرة وبقوة تشارك في هذه المسابقات والألعاب الرياضية. نعم أخي سيف، بالنسبة للشرطة النسائية معنا في الشرطة لله الحمد لها الأنشطة الرياضية تمارسها حالها حال الرجل، فعندنا في مسابقة ألعاب القوى اللي اختتمت قبل أيام قليلة في بطولة خاصة وكاس يحمل كاس لشرطة نسائية، تماما مثل ما رجل الشرطة تأخذ مثل تماما سواء في المسابقات على مسافات طويلة مسافات قصيرة عدو رمي جلة رمي رمح، جميع المسابقات التي يقوم بها الرجل تقوم بها الشرطة النسائية. ناهيك أيضا عن بعض المسابقات، مثلا عندك التنس أيضا معك في بطولة الرماية، فالشرطة النسائية حظيت باهتمام القيادة الموقرة حالها من حال الرجل، وأصبحت لله الحمد تقارع
في البطولات الكبيرة مستعدة تقارع أكبر المنتخبات على نعم. على مستوى العالم. نعم، ومولانا جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يعني لم يغفل عن هذا الجانب، أعطى المرأة حقها وأصبحت يعني تخدم وطنها في مختلف المجالات الأمنية والمجالات الأخرى. نقيب علي، أبرز المسابقات والبطولات الرياضية اللي ينظمها الاتحاد على مدار العام. حقيقة اتحاد الشرطة الرياضي في شهر 12 من كل عام يصدر البرنامج للسنة القادمة، فعندنا بداية السنة في بطولات ومهرجانات لنهاية العام. معنا بطولة كرة القدم، تليها كرة الطائرة وتنس الطاولة، كرة السلة، أيضا معنا السباحة، ومعنا بطولة الرماية اللي طبعا هي الرماية تشمل الشرطة النسائية والأفراد والضباط. أيضا معنا اللي هو المسابقة الثقافية السنوية، المسابقة الأدبية. لله الحمد نقيم أغلب الرياضات في الشرطة. أيضا أخي هنا سيف، لابد نذكر أن اتحاد الشرطة الرياضي هو يعتبر اتحاد نوعي، أي أنه يقيم جميع المسابقات. في اللجنة الأولمبية معنا في السلطنة يوجد اتحاد لكل لعبة، أما اتحاد الشرطة الرياضي يعتبر اتحاد نوعي يقيم جميع اللعبات. نعم، وطبعا هذه اللعبات احنا في بعض اللعبات نشارك هنا على المستوى الخارجي، سواء على مستوى مجلس التعاون الخليجي او على مستوى الدول العربيه ومستوى العالمي. لان الحمد لله مشاركات جدا مميزه، اشتركنا في استحقاقات عالميه وحصلنا على جوائز، مثلنا السلطنه في مجموعه من البطولات لله الحمد. ان شاء الله راح نستعرض هذه الانجازات ان شاء الله، ولكن نقيب علي، يعني عمليه التطوير والتحديث اللي تنتهجه القياده العامه لشرطه عمان السلطانيه وعلى راسهم سيدي معالي الفريق حسن بن محسن الشريق المفتش العام للشرطه والجمارك، شاهدنا تحديث وتطوير حقيقه على ارض الواقع. وايضا هذه المنشات والمباني الشرطيه الحديثه، يعني كان معالي الفريق حريص كل الحرص على انشاء نعم. مرافق رياضيه عديده مختلفه تخدم رجل الشرطه لتعينه على اداء مهام عمله على اكمل وجه. اخي سيف، انا حقيقه تشرفت وشاركت كعضو في لجنه يسموها لجنه المتابعه وجهزيه المنشات الرياضيه بشكل عام على المستوى الشرطي، وهذا فخر افتخر به، شاركت في هذا العمل الوطني. أقولها وأنا على هو مباشرة أن شرطة عمان السلطانية لله الحمد والمنة أصبحت تمتلك منشآت رياضية حديثة بها مواصفات عالمية أولمبية. نعم. فنلاحظ كل تشكيل جديد أو قيادة جديدة توجد بها منشأة رياضية مكتملة، من حيث الصالة الرياضية متعددة الأغراض، بها كرة الطائرة، كرة اليد، الخماسيات، أيضا معانا صالات متعددة الأغراض، صالات حديد أو تقوية بها أجهزة حديثة جدا، يوجد أيضا ملاعب معشبة قانونية، يوجد مضمار حديث على أعلى المقاييس، ملاعب مفتوحة. كل منطقة من مناطق السلطنة أو محافظة السلطنة يوجد بها أكثر من منشأة رياضية، وبهذا أصبح هذا دعم مش فقط أخي سيف للشرطة فقط، إنما هو دعم للرياضة العمانية بشكل عام. نعم، حيث أصبحت هذه المنشآت ممكن نقام فيها أي بطولة على مستوى العالم. أنا أقول لك الحين، وأنا على يعني أقول لك وأنا رجل متابع وفني في المقاسات القانونية، بإمكان إقامة أي بطولة في أي منشأة من منشآت الشرطة. نعم، كل هذه المواصفات والمقاييس الدولية نقيب علي في هذه المرافق والمنشآت الرياضية، يعني فعلا هناك أيضا شاهدنا قاعات متعددة الاستخدام بغرض التدريب للدفاع على النفس وأيضا المهارات الأخرى، بما فيها أيضا أحواض السباحة وملاعب لكرة القدم بمواصفات دولية معتمدة في هذا الجانب. نقيب علي، مدى حرص القيادة العامة للشرطة في هذا الجانب من خلال ما شاهدنا من مرافق رياضية حديثة أنشئت خلال هذه المرحلة في عهد النهضة المباركة؟ نعم أخي، مثل ما أسلفت أخي سيف، أصبحنا اليوم كل منشآت الرياضية تقام في كل قيادة. فمثلا على سبيل المثال قيادة منطقة معينة، نعم، القيادة هذه يوجد بها مرفق رياضي كامل من حيث حوض سباحة أولمبي، فيها يوجد ملعب معشب مقاسات عالمية، ترتان أو مضمار أيضا عالمي، ملاعب داخلية في صالات مغطاة يوجد بها إقامة كل اللعبات، مثلا كرة اليد، كرة الطائرة، كرة السلة، خماسيات إلى آخره. فأيضا في صالات تقوية، فصالات التقوية هذه ربما تنقلنا من
أني أنا عندي أفرادي أجهزهم للياقة بدنية عسكرية ربما تتعداها. كل شيء مجهز، ما على الفرد إلا أنه يستغل هذه المنشآت. وهذا ربما أن راح مثل ما أسلفت سابقا ينفع ليس فقط كشرطة، إنما راح يدعم المنتخبات الوطنية، يدعم المنشآت، تصنيف المنشآت على المنشآت بحيث منشآت رياضية على مستوى السلطنة وليس كشرطة فقط. نعم نقيب علي، أيضا يعني هذه المرافق وهذه المنشآت الحديثة اللي أنشئت، وأتحدث عن المرافق الرياضية طبعا، جاءت بعد أن يعني فعلا شهدنا إنجازات عديدة رياضية تحققت في شرطة عمان السلطانية وحققها منتسبو شرطة عمان السلطانية سواء على المستوى المحلي أو على مستوى الوطن العربي أو الخليجي. وإن شاء الله راح نستعرض يعني أبو شاذان مخرج البرنامج راح يستعرض مع المشاهد الكريم هذه الإنجازات اللي حققتها شرطة عمان السلطانية خلال مسيرتها الرياضية الحافلة بهذه الإنجازات. وكما تشاهدون الآن مشاهدينا الكرام عبر الشاشة هذه الإنجازات النقيب علي. نعم أخي، هنا طبعا عدة إنجازات. نلاحظ المركز الثاني في بطولة الشرطة العربية في جمهورية مصر كان الثاني. نعم. الذهبية في مسافات القفز الطويل، أيضا معنا المركز الثالث والترتيب الأول على مستوى الفرق العربية بطولة العسكرية في إيطاليا. معنا مراكز متقدمة في بطولة بيزلي أيضا عام 96، أيضا معك المركز الثاني الميدالية الفضية في بطولة الألعاب الأمنية بدبي. في كثير من المراكز احنا حققناها، ربما واضح للاعزاء المشاهدين جميع المنجزات التي حققها الشرطه. ربما هذه احنا اختصرنا بعض المنجزات، انما هي منجزات عديده جدا، ولله الحمد في كل يوم نسجل على 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 منجز جديد. حصلنا ايضا على المستوى الخارجي والداخلي. الداخلي من اهمها ايضا كان كاس الهوكي، كصاحب مولاي صاحب الجلال الهوكي في الثمانينات. نعم. ايضا حصلنا على بطوله او درع بطوله سلطان قوات المسلحه للرمايه. نعم في 2015. وحصلنا ايضا على 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 كثير من اوسمه مولاي ايضا صاحب الجلال في البطوله العسكريه. ايضا معنا مشاركات كاجتماعات على مستوى الدول العربيه او مستوى العالم في اتحاد الشرطه ايضا. فمشاركات اتحاد الشرطه لله الحمد، بما انه عضو في الاتحاد الدولي والعربي للشرطه، اصبحنا مشاركين في جميع الاجتماعات هذه. نعم، هذه الانجازات نقيب علي هي بحد ذاتها تاريخ يعني. نعم. يسجل لشرطه عمان السلطانيه على المستوى المحلي والخليجي وعلى المستوى العربي. نقيب علي، يعني كره القدم، كره اليد، العاب القوى، الربايه، الكاراتيه، الفروسيه، الكاراتيه كانت سابقا موجوده ولا زالت اخي، لا زالت موجوده. نعم. الكاراتيه ليومنا هذا، وفي منتخبات تشارك على مستوى الدول. نعم. العربيه وعلى مستوى العالم ايضا شاركنا بالكاراتيه. نعم. وحصلنا لله الحمد على ايضا مراكز متقدمه على. نعم. موجود على الشاشه النقيب علي الان. نعم. كما يخبرني المخرج ابو شاذان. نعم. نعم كره القدم طبعا، كره القدم كان نعم المركز الثاني والميداليه الفضيه اثناء تمثيل السلطنه في بطوله مجلس التعاون والخليجي. أيضا المركز الثاني في بطولة الشرطة العربية لكرة اليد بجمهورية مصر العربية. الميدالية الذهبية في مسابقة القفز الطويل في بطولة دورة الألعاب الأمنية في دبي أيضا. المركز الثاني في بطولة رمسيس في مصر. في الرماية المركز الثالث والترتيب الأول على مستوى الفرق العربية في المشاركة في بطولة العسكرية في بإيطاليا عام 89. الميدالية الذهبية أيضا في البطولة العربية الثانية للرماية بالجمهورية العربية السورية. أيضا المركز الثالث في دورة الألعاب الرياضية العربية بالجمهورية العربية السورية. مراكز متقدمة في بطولة بزلي أيضا في 96. أيضا المركز الأول والميدالية الذهبية في مسابقة المسدس في بطولة دورة الألعاب الأمنية بدبي. المركز الثاني أيضا في والميدالية الفضية في بطولة الألعاب الأمنية بدبي أيضا. في 2001 حصل أحد رماتنا أيضا على فريق الشرطة على ميدالية صاحب جلالة الله يحفظه ويرعاه في الأحسن رامي بن دقية. والمركز أيضا الثاني في مسابقة المسدس أفراد. كثير من الانجازات اخي سيف، احنا لو نتبع جميع الانجازات ما شاء الله، معنا انجازات عديده وكثيره سجلتها الشرطه، ونتمنى وان شاء الله القادم يكون باذن الله مع الدعم الذي توليه القياده الموقره، والدعم طبعا اللامحدود من سيدي معالي الفريق فتشة عام الشرطه والجمارك. ان شاء الله راح نشوف انجازات جديده الشرطه راح باذن الله تحققها، ويمكن للاعزاء المشاهدين يشاهدوا جميع هالانجازات التي ظاهره على الشاشه امامهم. نعم، ايضا بالاضافه للمشاركات الخارجيه النقيبه على الاجتماعات الجمعيه العموميه للاتحاد العربي للشرطه. نعم. والاجتماعات التشاوريه لرؤساء الاتحادات الشرطيه ايضا لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، والبطوله العالميه السابعه للشرطه في الماراثون بجمهوريه التشيك. نعم. في 4 مايو 2011. نعم. ميلاديه. كثير من الانجازات اخي سيف، وهذا طبعا اتحاد الشرطه اتحاد عريق. ايضا حصل في 86
كان أفضل اتحاد على مستوى السلطنة. نعم. فهذا أيضا إنجاز لم يذكر هنا في الشاشة، كان في 86 حصل على أفضل اتحاد. نعم. على أفضل اتحاد على مستوى السلطنة وحصل على جائزة بذلك. إن شاء الله، وإن شاء الله تستمر هذه الإنجازات النقيب علي. وأيضا يعني ما إذا تطرقنا في جانب آخر، وطبعا القيادة العامة للشرطة حرصت على فعلا أن تكون هذه الفئة متواجدة في شرطة عمان السلطانية المتقاعدين، وإن شاء الله بعد قليل راح يكون معنا اتصال هاتفي مباشر مع ضابط مدني متقاعد على الهواء موجود الآن معنا، ياسر بن حبيب المسافر. مساء الخير. مساء الخير ياسر، تسمعني؟ مساء الخير سيف، ومساء الخير ابو خالد، منورين الاستديو. مساك الله بالنور والسرور. نعم ياسر، لو تخفض على صوت التلفزيون الله يخليك شويه، وتسمعني من سماعه الهاتف. ياسر اسمعني من سماعه الهاتف، وقصر على صوت التلفزيون الله يخليك شويه. تفضل سيد، تفضل. نعم ياسر، أنت معاصر للبطولات والمسابقات الرياضية في شرطة عمان السلطانية وضابط مدني متقاعد من شرطة عمان السلطانية، حدثنا عن مشاركاتك في هذه البطولات وهذه المسابقات وبالأخص في اتحاد الشرطة الرياضي. بسم الله الرحمن الرحيم. في 1985 التحق بجهاز شرطة عمان السلطانية في إدارة اتحاد الشرطة الرياضي. نعم. في هذه الفترة كان بتسمية مكتب الرياضة لشرطة عمان السلطانية، وشاركت كلاعب كمدرب كإداري كمدير فريق الهوكي. نعم، حدثنا عن مدى استفادتك ياسر من خلال هذه المشاركات في شرطة عمان السلطانية، وأيضا حرص القيادة العامة للشرطة على إشراككم في هذه المسابقات وهذه البطولات الرياضية. والله شاركت أنا كلاعب في فريق الشرطة للهوكي. نعم. وإداري ومدرب فريق كرة يد، وحصلنا على المركز الأول في درجة ثالثة ومركز الأول في درجة ثانية، وصعدنا إلى الدرجة الأولى خلال فترة قصيرة مدتها 3 أشهر تقريبا. نعم. وشارك إداري، وفي آخر فترة تم تعييني رئيس شعبة الشؤون الرياضية مع أبو خالد، ورئيس قسم الشؤون الإدارية باتحاد الشؤون الرياضية باتحاد الشرطة الرياضية. نعم. وإنجازات كثيرة في شرطة عمان السلطانية. نعم. كصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم للهوكي. نعم. ومركز الثاني ايضا في كاس صاحب جلاله السلطان قابوس بن سعيد المعظم للهوكي ايضا، وبطوله كره السله، دوري سلطنه عمان كره السله، وبطوله دوري سلطنه عمان كره الطائره المركز الاول ايضا. وفي بطولة كرة قدم المركز الأول في دورة رمضانية، ونفس الشيء المركز الأول في لعبة الهوكي في دورة رمضانية أيضا المركز الأول. وفي بطولة شاركنا بطولتين من القوات المسلحة سيكسايد، يعني سداسيات يسمونه، وايضا شارك فريق الشرطة عمان السلطانية للناشئين، وحصلوا على المركز الثاني في دولة الامارات العربية المتحدة بأبو ظبي 1988 انا ما اعتقد.
نعم. أبو عمار طبعا يعني ما أن نشاهد المسابقات والبطولات الشرطية إلا ونجد أبو عمار حاضر بقوة في هذه المسابقات وفي هذه البطولات. حضوري كأي إداري في الاتحاد الشرطة الرياضي أنا وأبو خالد وغيره وغيره والله سيف موافق لك المهم أنا عايش في رياضة العمانية من عام 1974 كنت لاعب في منتخب الهوكي. نعم نعم ياسر بن حبيب المسافر ضابط متقاعد من شرطة عمان السلطانية، ضابط مدني متقاعد من شرطة عمان السلطانية، شكرا جزيلا لك. إذا مشاهدي الكرام نستكمل معكم هذا الحوار. نقيب علي، نتحدث عن أهمية الرياضة اليوم لمنتسب الشرطة. قبل أعرج إلى سؤالك أخي سيف، طبعا ياسر حبيب حكم دولي كرة الطائرة وأيضا مثل الشرطة في جميع البطولات لنقيمها، وطبعا هذه من الفوائد الرياضة الشرطية، أيضا معنا حكام دوليين، فطبعا ياسر حبيب وأيضا كثير من الحكام الدوليين التي أفرزتهم الرياضة الشرطية ولازلنا لله الحمد، أيضا معنا حكام دوليين في جميع اللعبات وهم من ناتج هذا الرياضة الشرطية سواء على مستوى المنتخبات الوطنية أو مثل مستوى الحكام أو الإداريين. فالجميع يعلم في السلطنة أن الشرطة ولادة بالرياضيين في المنتخبات وأيضا بالحكام وأيضا بالإداريين. فسؤالك تسألني عن أهمية الرياضة الشرطية، طبعا جميع منتسبي جهاز الشرطة عسكريين، والعمل العسكري بشكل عام يحتاج إلى درجة معينة من اللياقة البدنية، ولله الحمد القيادة الموقرة هيئت جميع السبل مثل ما تحدثنا سابقا لكل منتسبي الجهاز أنه يمارس الرياضة وأيضا أنه يستطيع أن يجتاز الاختبارات المحددة لكل منتسبي الجهاز، فأصبح ما في عذر لأي من جميعا. نعم. والشكر مثل ما قلت سابقا يعود للقيادة الموقرة سيدي مع الفريق فتش العام شطر الجمارك، يعني يتابع شخصيا البرنامج الذي يعد لكل الفئات الشرطية سواء كانوا مهام خاصة اللي هم لهم برنامج طبعا خاص. نعم. بحيث لهم أيضا لهم أعمال مهام وتحتاج نعم تحتاج إلى لياقة بدنية معينة، لكن أيضا هناك سقف معين لابد أن يجتاز هذا المعيار الجميع. فلله الحمد اللياقة البدنية أصبحت مهمة وأصبحت مطلوبة من كل منتسبي الشرطة. نعم، وأيضا الرياضة الشرطية النقيب علي أفرزت يعني نجوم فعلا أصبحوا يمثلون شرطة عمان السلطانية في مختلف المسابقات سواء على مستوى السلطنة أو على مستوى الخليج والوطن العربي. نعم. نتحدث عن أبرز هذه المفرزات اللي فعلا يعني هذه المسابقات وهذه البطولات ساهمت في تطوير رجال شرطة عمان السلطانية. أخي سيف، بالنسبة عشان أجاوب لك على 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 طبعا سؤالك يحتاج لنا احنا برنامج أو حلقة خاصة، لأن معنا العديد والكثير كثير من 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 الذين مثلوا الشرطة وأيضا مثلوا المنتخبات الوطنية. فكان في يوم من من من, من الأيام أيضا كان أغلب المنتخبات الوطنية يمكن نصف المنتخب من الشرطة. فأنا حسبنا لك المنتخب فيه تقريبا ما شاء الله 30 فرد يمكن 15 في كل لعبة، فيوجد جميع كثير من المنتخبات بها من منتسبي جهاز الشرطة، في حكام دوليين ومصنفين على مستوى العالم من الشرطة، في إداريين أيضا مسكوا المنتخبات من الشرطة أيضا. أيضا لازلنا لحد يومك هذا لله الحمد أغلب المنتخبات الوطنية يجد بها لابد أن تجد أحد منتسبي الشرطة في هذه المنتخبات، وأيضا مثل ما نشاهد الحين في الشاشة ما شاء الله يعني المنشآت هذه راح تفرز كثير
من 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 اللاعبين الذين ان شاء الله يصلوا للمستويات باذن الله سبحانه وتعالى التنافسيه. نعم، وطبعا هذه من المرافق الجديده التي انشئت حديثا واصبحت يعني مزوده بالمعدات والاليات اللي فعلا تخدم رجل الشرطه خلال هذه المرحله في عمليه التطوير والتحديث. وهذه اللقطه طبعا كما شاهدنا من مهرجان شرطه عمان السلطانيه 2016 العام المنصرم نقيب علي. نعم، هذا طبعا مثل ما نشاهد الحين حاليا هذا في 2016 في ألعاب القوى، وطبعا هذه الرماية السنوية التي نقيمها على مستوى الجهاز. أيضا في معنا منتخبات أو فرق للكاراتيه والتكواندو من الجنسين، جنس الشرطة النسائية وأيضا من الرجال، منتخب مكتمل من الكاراتيه ومن التكواندو. وهذا هذا طبعا يأتي من ضمن ما ذكرنا سابقا من المتابعة والدعم اللامحدود من قبل القيادة الموقرة. وإن شاء الله نوعد الجميع بإذن الله سبحانه وتعالى ان شاء الله يشاهدون في القادم القريب عن ابطال جدد راح ان شاء الله يعني راح ان شاء الله تفرزهم هذه البطولات مع وجود هذه المنشآت الرياضية العملاقة. نعم، وأكيد النقيب علي بجانب هذه المسابقات والبطولات الرياضية هناك دورات تدريبية مصاحبة لهذه البطولات بحيث تدريب وتأهيل. نعم، يعني المشاركين. نعم، في هذه المسابقات. نعم، نلاحظ احنا في البرنامج التدريبي السنوي الذي يعتمد من القيادة الموقرة في كل بطولة، طبعا كل بطولة تسبقها دورتين او ثلاث دورات، دورة للمدربين ودورة للحكام ودورة حق الإداريين. نعم، فدورات هذا طبعا تسقل الحكم وتسقل المدرب والإداري بحيث يستطيع ان يوصل بفريقه الى اعلى المستويات. ففي كل بطولة يسبقها ثلاث دورات، ايضا معنا دورات الاسعافات الاوليه، عندنا دورات ايضا في تجهيز للبطولات من حيث الاداره، طبعا كل بطوله لها اداره رياضيه معتمده. الاداره هذه نعمل دورات لهذا لافرادنا اساس يستطيع ان يعمل دوره منظمه باداره حديثه. نعم، وايضا نقيب علي مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه يولج الاهتمام. نعم، بشرطة عمان السلطانية، وأصبح الأمن ركيزة أساسية من ركائز النمو والازدهار للمحافظة على ما تحقق في عصر النهضة المباركة من إنجازات أمنية مشهودة. فعلا أصبح اليوم يعني الوطن يعيش في نعمة الأمن والأمان، وهذا بفضل النهج السابي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه. مولانا الله يحفظه ورعاه القائد الأعلى طبعا هو الداعم الأول والرئيسي لكل ما في السلطنة، سواء على سبيل الشرطي أو 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 جميع المجالات. وحظيت أيضا شرطة عمان السلطانية بدعم لا محدود. نشاهد اليوم هذه المنشآت الحديثة، احنا نتكلم من جانب رياضي، احنا نحلم يعني كنا بمنشأة رياضية واحدة في مثل هذه المنشآت الرياضية. فاليوم نشاهد في كل تشكيل من تشكيلات الجهاز منشأة رياضية مكتملة، في كل مركز من مركز الشرطة فيها أيضا ملاعب مجهزة، صالات تقوية مجهزة، وحدات المهام الخاصة الموجودة على مستوى الجهاز كلها فيها ملاعب وفيها جميع مستلزمات الرياضة. فإنما نبي نذهب اليوم المنشآت الرياضية مجهزة حالها حال أي منشأة رياضية، حالها حال أي منشأة أخرى، يعني اهتمام شامل وكلي. الله يحفظ مولاي يا رب ان شاء الله يعطي الصحه والعافيه. اللهم امين. اي نعم، على هذا الدعم اللامحدود، ونشكر الله ونحمده على هذه الانجازات. يعني بالفعل يعني المنشآت اللي نلاحظهن انجازات نفتخر ونفخر بهن على مستوى العالم. نعم، يعني احنا ذهبنا وشاهدنا ايضا دول عربيه ومجاوره في بطولات اللي شاركنا فيهن، ولله الحمد نفتخر اليوم بما تحقق من هذه المنشآت وإداريين وإنجازات رياضية، إداريين مجهزين، مدربين. نعم، مدربين ذو كفاءات. فالإنجاز حصل وإن شاء الله سوف يحصل في القادم، إن شاء الله بيكون أكثر بإذن الله سبحانه وتعالى عما سبق بإذن الله تعالى. إذا نقيب علي بن سالم الوهيبي رئيس قسم الشؤون الرياضية بإدارة اتحاد الشرطة الرياضي كنت معنا في برنامج الحدث في هذه الفقرة الرياضية الخاصة والاستثنائية في هذا اليوم، يوم شرطة عمان السلطانية 5 يناير. شكرا جزيلا لك. أشكرك أخي سيف، وفي نهاية هذا الحديث الشيق أتقدم جزيل الشكر والعرفان
لسيدي مع الفريق فتش العام الشرطة والجمارك على الدعم اللامحدود للرياضيين اللي نحن كلنا دعم لامحدود دعم كبير جدا. أيضا الشكر موصول لأعضاء مجلس إدارة اتحاد الشرطة الرياضي، والشكر أيضا موصول لمدير اتحاد الشرطة الرياضي وجميع القائمين على الرياضة من حكام وإداريين، وكل عام من أخي سيف وعمان بخير وقائدها مفدى بخير، والشرطة السلطانية بقائدها وجميع أفرادها بخير. اللهم شكرا. أمين اللهم أمين. شكرا جزيلا لك النقيب علي. أيضا مشاهدي الكرام نقول في ختام هذه الفقرة، حقا لشرطة عمان السلطانية أن تفاخر بما حققته من إنجازات رياضية في مختلف المسابقات والبطولات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا جلالة السلطان المعظم والشعب العماني، وأن يعم الأمن والرخاء في كافة أرجاء المعمورة. نختم معكم مشاهدي الكرام هذه الفقرة اللي خصصناها اليوم لكم تزامنا مع احتفال شرطة عمان السلطانية بيومها السنوي الماجد. أيمن الفجراني يتواصل معكم، ولكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا. We'll be right back.